بقول لحضرتك ان موضوع التبرع بالدم انا مش بثق في اي عربيات موجوده في الشارع بتتبرع بالدم، لان ممكن التبرع الاجهزه الطبيه اللي هم بيستخدموها ما تكونش نظيفه، ما تكونش مجهزه كويس، فده بينقل امراض خطيره من الناس لبعض زي الايدز وامراض الفيروسات اللي منتشره اليومين دولت. حتى التبرع لما احنا بنروح مستشفيات عشان خاطر حد محتاج عمليه فبياخدوا مننا فصيله دم معينه وبحيث ان هم ينقلوا له فصيله ثانيه مناسبه لفصيله الدم بتاعته. حتى الموضوع ده انا مش بثق فيه، فدايما اي حد بيروح مستشفى فيا ريت اي حد يكون بيتبرع له بالدم، الدم يكون من نفس فصيلته بحيث ان المستشفى ما تستدعش ان هي تاخد اكياس دم من عندها، لان الدم اللي هم راكنينه ده مش دايما بيكون مظبوط. نسبة الهيموجلوبين عنده كويسة وجسمه يسمح يعني يتبرع ما فيش مشاكل، بس المشكلة بقى هو في نظافة كفاية وأمان وكده ولا إيه؟ عشان نبقى عارفين برضو التبرع بالدم اللي بيحصل في الأماكن العامة. من رأيي والله إنه لو عملناه قبل في مستشفى يبقى أحسن بكتير، عشان الأماكن العامة دي هم أساسا بياخدوا الدم ومش مش بيدوا للناس المحتاجة أصلا. حصل قبل كده وتعرضت ان دخلتي مستشفى او حد من قرايبك واحتاج دم وما لقاش دم؟ عمي. تمام، يعني حضرتك بتفضلي التبرع في المستشفى اضمن من المستشفى؟ طبعا اضمن من الشارع، انت ضمن الشارع ده هيدي لمين؟ الناس هيحتاجوه فعلا، لما يحتاجوه فعلا هيلاقوه ولا لا؟ طيب حضرتك اتبرعتي بالدم قبل كده؟ تمام، اتبرعت مره واحده بس. حرام يتبرعوا، اللي عايز يتبرع يروح اي مستشفى يتبرع ويتبرع لو انسان يكون محتاج، مش شرط بقى مسيحي مسلم يهودي، مش شرط، بس يروح في المستشفى يتبرع للانسان المحتاج. لكن دول بياخدوا الدم ببلاش وعلبه عصير ويبقوا ب 600 جنيه 700 جنيه، دول حراميه اللي بقوا في الشوارع دول بياخدوا دم. طيب انهي افضل، تبرع في المستشفى الحاله بعينها او كده ولا تبرع الحاله بعينها؟ تبرع في المستشفى الحاله بعينها. انا لو احتاجت دم وانا في المستشفى يقول لك ما عندناش دم. المستشفى طبعا احسن، يعني في اسعافات لو مثلا انت خدت دم مني ولا حاجه بيبقى في اسعافات اوليه، جالي هبوط جالي اي حاجه. حضرتك اتبرعتي بالدم؟ انا عندي السكر للاسف. معلش انا مع حضرتك. طب سبق وحضرتك اتعرضتي انك تروحي مستشفى او حد من اقارب حضرتك راح المستشفى واحتاج لدم وما لقاش؟ لا اخويا، بس احنا ادينا له دم اخواتي وكده عشان كان تعبان. جيت اتبرع بالدم عشان حاسس بالنقطه دي، بس الدكاتره مش بتخليني اتبرع عشان خاطر العمليه بتاعت الاستكشاف ديت. حضرتك سبق وقبل كده واتبرعتي بدم؟ اتبرعت وكان عادي عربية عادي في الشارع ودخلت واتبرعت فيها وبعدها تعبت وما كانش فيه رعاية، فأنا بفضل يكون في مستشفى بحيث لو أنا مثلا حصل لي حاجة يبقى فيه رعاية بعد كده ليا.